طبعا مؤتمر تغير المناخ او كوب 27 ده يعتبر واحد من اكبر المؤتمرات الدولية المعنية بقضية البيئة، وبيحضروا عدد كبير جدا من النشطاء والسياسيين، ممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص. استضافة مصر له من الموضوعات الهامة جدا، لانه بيساهم في زيادة وعي المواطنين اولا جوه مصر بقضية تغير المناخ، ويبتدوا يعرفوا ايه هي الاجراءات اللي هم محتاجين يعملوها على المستوى الشخصي لتغيير سلوكياتهم، بالاضافة ان هو بيساهم طبعا في توضيح دور مصر السياسي والاقتصادي في مواجهة مثل هذه الظاهرة. طيب، استضافة مصر لمؤتمر المناخ حدث أنا بعتبره شخصيا من أكثر الأحداث المميزة اللي حصلت في الفترة الأخيرة في مصر. طبعا في عدد كبير من الادوار اللي ممكن مصر تلعبها، في منها دور سياسي، ان مصر تساهم في التنسيق بين الدول المتقدمه والدول الناميه علشان خاطر نقدر نوصل لمجموعه من الحلول اللي تفيد العالم اجمع، ونقدر بالفعل من خلالها نواجه ظاهره تغير المناخ. يمكن في عدد من الملفات الرئيسيه اللي فيها خلاف كبير بين الدول المتقدمه والدول النامية، زي ملف التمويل، وده يعتبر أهم ملف. لو نجحنا إن شاء الله إن إحنا نساهم في مواجهة هذه المشكلة والخلافات القائمة فيما يخص مساهمة الدول المتقدمة وتوفير التمويل اللازم لخفض الانبعاثات أو التكيف مع تأثيرات تغير المناخ، أنا بعتبرها لحظة مميزة جدا في تاريخ مصر فيما يخص الملف البيئي والملف المناخي، وده بنسبة كبيرة هيكمل معانا فترة كبيرة، لأن هو عمل عند الناس حالة من الوعي، وخلى عند الناس اهتمام، وخلى عند الناس رغبة في إن هي تكمل عمل في المنطقة دي. وأعتقد إن ده كمان هيساعدنا كتير جدا إن احنا نحقق أهدافنا كدولة فيما يخص الملف البيئي والملف المناخي. وجود كوب في مصر خلى عند الناس حالة من الوعي بمصطلحات كتيرة، بأساليب كتيرة، بطرق كتيرة جدا، إن احنا يبقى عندنا نمو اقتصادي ونمو سياحي مع الحفاظ على البيئة. من أكثر المستفيدين سياحيا من استضافة مصر كوب 27 هي محافظة سيناء، بالأخص مدينة شرم الشيخ. مدينة شرم الشيخ بيحصل فيها كمية تطورات كبيرة جدا، زي ما كلنا سمعنا حاليا بيتم إطلاق باصات الكهرباء، بيتم تركيب عدد من محطات شحن العربيات الكهرباء، في عدد من المشاريع الشباب عاملينها عشان يوفروا وسائل نقل مستدامة أو وسائل نقل كهربائية زي العجل اللي باستخدام الكهرباء والموتوسيكلات اللي باستخدام الكهرباء. الحقيقة الدولة بكل قطاعاتها بتتعاون إن هي تطلع الحدث ده بأحسن شكل ممكن عشان يقدر ينقل صورة مختلفة عن مصر للعالم كله. طبعا في مكاسب واضحة جدا كلنا في مصر هنستفيد منها، يمكن أولهم هو تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، وفي مجهودات كبيرة جدا بتتم من الحكومة المصرية سواء في نشر استخدامات الطاقة المتجددة في الفنادق طبعا وفي كل المنشآت الموجودة في المحافظة، أو تحويل السيارات إلى سيارات كهربائية وبالتالي الحد من انبعاثات الحرارية، بالإضافة إلى الحد من ملوثات الهواء. طيب، رايد تو كوب هي تحاول توعي الناس بتغير المناخ بس بطريقة جديدة، مغامرة على موتوسيكل كهرباء، حاجة جديدة للناس، كل الناس عايزة تعرف الموتوسيكل الكهرباء ده بيمشي إزاي، إزاي بتسافر بيه، إزاي بتروح، إزاي بتعمل، فده بيخلي الناس مهتمين بالقضية. الرحلة إلى قمة المناخ أو رايد تو كوب 27 بتحاول تحقق رقم قياسي في موسوعة جينيس للأرقام العالمية كأطول رحلة في العالم على موتوسيكل الكهرباء، وده بيخلي الشباب مهتمين بحاجة فيها تحدي، حاجة فيها تشالنج، حاجة فيها مغامرة، حاجة فيها وسيلة نقل جديدة. وبنحاول إن احنا نستغل الزخم اللي حاصل حوالين إن حد بيعمل جينيس ريكورد وحد راكب موتوسيكل كهرباء وإيه اللي بيحصل، إن احنا نوصل للناس الرسالة اللي احنا عايزين نوصلها، نحاول نعرفهم يعني إيه مناخ، يعني ايه تغير، ده بيأثر في حياتك في ايه، طب احنا لو ما اشتغلناش ايه اللي هيتغير في حياتنا بعد كده، مستقبلنا هيبقى عامل ازاي. بنشرح لهم امثله من ارض الواقع من المحافظات المصريه ازاي تغير المناخ اثر في حياه الناس دي. طب لو احنا ما عملناش حاجه بقى كلنا ايه اللي هيحصل. الشباب كمان ليهم دور كبير جدا في المبادره دي.
طبعا مواجهة تغير المناخ بتستلزم دور كبير جدا من الدول، تحط استراتيجيات، تبتدي تغير نظم انتاج الطاقة، نتوجه للطاقة المتجددة مثلا، او نظم النقل. دلوقتي بقى في عندنا سيارات كهربائية وفي قطارات بتشتغل بالكهرباء والمترو، او ان احنا نحسن في كفاءة الطاقة زي مثلا استخدام اللمبات الموفرة او غيرها من وسائل الترشيد. الشباب هم اكتر فئة بتتأثر بتغير المناخ، هم اكتر فئة عندها قدرة انها تلاقي حلول لمشاكل التغير المناخي، اكتر فئة عندها القدرة على استيعاب القضية وادراك مدى خطورتها، وهم الفئة الوحيدة اللي مربوطة ببقية فئات المجتمع. هم يقدروا يحكوا لأهاليهم، يقدروا يحكوا لقرايبهم، يقدروا يحكوا لزمايلهم، يقدروا يحكوا لأصغر منهم. والحمد لله خلال الفترة أو خلال السنين اللي فاتت اللي كنا بنستخدم فيها وسيلة نقل مستدام أو موتوسيكل كهرباء، ناس كتيرة جدا اقتنعت بالفكرة. الناس كانت بتعتقد إن العربيات الكهرباء الموتوسيكلات الكهرباء لعب أطفال وهتبوظ وهنرميها. لا، أنا سافرت بيه أماكن كتير، عملت بيه رقم قياسي، رحت بيه محافظات كتير. فده أعطى الناس ثقة في وسائل النقل المستدام، في العربيات الكهرباء، بدأ يساعد في نشر الثقافة، بدأ يخلي الناس تدور، بدأ يخلي الناس تسأل، بدأ يخلي الناس تعرف إن هي حاجة تقدر إنك تستخدمها زي العربية العادية، بدأ كمان يخلي عند الناس وعي إنها تفاضل ما بينها وما بين العربية الكهرباء، أنت ما عندكش صيانة، ما عندكش بنزين، ما عندكش ما عندكش ما عندكش. فأنا أتوقع إن حاجة زي كده هي مش هيبقى ليها تأثير على مصر بس، لا، هيبقى ليها تأثير على المنطقة بالكامل وتأثير عالمي كمان. لان زي ما في ناس عندنا لسه مش مقتنع بوسائل النقل المستدامه في مصر، في ناس كده كتير في العالم. فانت لما تعمل رحله بالاف الكيلومترات وتوثقها وتوصل بيها قضيه وتخدم بيها الناس، ده هينتشر وهيوصل لناس كتير جدا، وهيوصل لهم فكره انك تقدر تستخدم وسيله نقل زي دي في حياتك اليوميه. في نفس الوقت طبعا المواطنين وكلنا، كل واحد فينا له دور، وكل واحد فينا محتاج يغير مجموعه من عاداته ومن سلوكياته علشان يقدر يخفض بصمته الكربونية وكمية الانبعاثات اللي بتطلع من الأنشطة اللي بيقوم بيها في حياته كلها، زي مثلا استخدامه للسيارة، ممكن يتوجه لاستخدام وسائل النقل الجماعي أو لاستخدام الدراجات، أو إن هو يبتدي يحسن استهلاك الطاقة عنده في منزله أو في عربيته، بدل ما يركب لوحده يركب معاه مجموعة أخرى من المواطنين، بحيث ان في الاخر يقدر يساهم في مواجهه تغير المناخ ويقلل من الانبعاثات الحراريه اللي بتسبب تغير مناخ الكره الارضيه.